بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، دابا إن شاء الله غندوزو للدرس الموالي بالنسبة للمبتدئين. قرينا الحصة اللي درسنو انفورميشن. إذا قبل ما نبداو هذا الدرس خاصني تحاولوا توقفوا وتقولوا بحال هكذا، ديك الباراغراف اللي عطيتكم خاوية: هالو، ماي فيرست نيم إز محمد، ماي فاميلي نيم إز قريشي، I am from Mysore. My nationality, or I am Moroccan. My favorite sport is football. My favorite. هذيك الباراغراف نحاول نعاودها قدامي واحد جوج المرات وعاد نتفرج الفيديو. صافي. اذا بالنسبه للدرس ديالنا اليوم هو الضمائر. شنو كنقولوا بالانجلي؟ pronouns. عاود pronouns. Repeat pronouns. Repeat pronouns. 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 نحاول نعاودها 10 المرات. يلا عاود pronouns. Pronouns, pronouns, pronouns. Okay. So, إذا بالنسبة للpronouns ضمائر غنحاول إن شاء الله نستخرجهم انطلاقا من هذه الجمل. I am a student. I am a student. أنا تلميذ. إذا pronoun أو الضمير الأول هو I. إذا غنكتب I. عاود معايا I. شنو هي I؟ I. عاود معايا شنو هي I؟ شنو هي I؟ إذا I هي أنا. خابيا أنا. I am a student. إذن عاود معايا شنو هذي؟ I. شنو هذي؟ You. خابيا You. إذن عندي I، عندي You. You شنو هي؟ أنت. ولا لا تكون أضرب على بنت، أنت. إذن أنت، أنت. تي. إذن يو مخاطب. I نعود I. شنو هذي؟ يو. This I. عود This يو. يو يو I. I يو. I يو. إذن شنو معي مزيان؟ سمير is in class. He is happy. إذن الضمير اللي عندي هنا شنو هو؟ هو he. طيب نشوف كيف نكتبها. اش او وكنطقها هي. ها ماشي اش اي، اش او هي. اذا هي علامه كتعود على سمير. اذا سمير شنو؟ مذكر غائب. سمير هي. علي هي. طارق هي. دريس هي. جليل هي. وليد هي. طيب اذا هو. اذا نعود من الاول. شنو هذه؟ اي يو طارق هي. اي يو سمير هي. اي يو بلال هي. فيري جود. اي يو هي. نعاود شنو هذه؟ هي. شنو هذه؟ يو. شنو هذه؟ اي. صافي. اذا الا قلت لكم اي يو طارق هي، دريس هي، جليل هي. اذا نورا از ان ذا كافي. نورا از ان ذا كافي. شي. اذا البرونون هو ضمير هو شي. اذا شي علامه كتعود على نورا. نورا واش نورا حاضره؟ لا، كنهضروا على نورا غائبه. اذا شي ما كنطقهاش شي، كنطقها شي. شي شي هي. اذا غنعاود سمير هو هي. سميره شي هي. طارق هي. ليلى شي. الياس هي. وليد هي. بلال هي. ناديه شي. سلوى شي. هدى شي. لجينة شي. نسرين شي. كريمه شي. اذا غنعاود اي يو سمير هي. رشيده شي. سمير هي. رشيده شي. طارق هي. وصال شي. صافي. اذا the dog، ندوزو الجملة رقم 5. the dog شنو هو؟ the dog هو الكلب حاشاكم. the dog the animal. الكلب is Rex. it. اذا البرونون هو it. علامة كتعود it على the dog. اذا غير العاقل، اي حاجة غير العاقل كندير لها it. اذا شوفوا معايا مزيان 5 و 6. اذا بالنسبة للحيوان، اذا هاد it كتعود لي علامة على غير العاقل. يعني تقدر تكون حيوان وتقدر تكون
جمع جماد. صافي بحال ما شوف درت المثال الاول بدا الدوغ، الجمله الثانيه شنو هي؟ ذا تيبل، طابله. ذا تيبل از سمول، ات از نيو، جديده. اذا ذا دوغ از ريكس، ات از بيج. اذا ات هنا كترجع على ذا دوغ، اذا حيوان غير العاقل ات. اذا سولتكم واحد السؤال، هذا اي يو هي شي ات، واش كنهضر على المفرد ولا على الجماعه؟ طريبي على المفرد. اذا هادو كنسميهم سينجولار، نحاول نكتبها لكم هكا بلونجلي، سينجولار، سينجولار بروناونز. اذا الضمائر المفرد او المفرده. اذا هذيك هضرنا على المفرد، المفرد اي يو هي شي ات. صافي. اذا اي نعاودو من الاول، شنو هادي؟ اي شنو هادي؟ يو سمير، هي نجاة، شي ذا دوغ، ات ذا كات، ات ذا تيبل، ات ذا هاوس، ات ذا كافي، ات ذا بارك، ات ذا بوك، ات ذا ماركر اور ذا بان، ذا ماركر، ات. اذا نعاود، اي يو سمير، هي وجدان، شي ذا هاوس، ات. دابا ندوزو للثالثة، رقم سبعة، أمل أند أي. إذا أمل وأنا، شنو هو البروناون؟ إذا أمل وأنا، واش سينغوليير ولا بلوريال؟ واش سينغولار ولا بلورال؟ تري بيان، هذا بلوريال. إذا بالنسبة للغة الإنجليزية ما عندناش المثنى بحال اللغة العربية، اللغة العربية عندنا المفرد مثنى جمع، لونجلي لا، عندنا غير المفرد والجمع. صافي؟ إذا أمل أند أي، شنو هو البرونوم؟ هو وي. وي شنو كتعني؟ نح نحن. خابية. إذا وي هي نحن. إذا نحن سمير، وديما انتبهوا معايا مزيان، فيها سمير أند أي، طارق أند أي، إلياس أند أي، جليل أند أي، محمد دريس والد إكرام أند أي. إذا فين ما كان شي واحد و أي راها وي نحن. إذا أنا داخل في جروب. نعاودو أزيرو، شنو هاد البرونام؟ اي يو سمير، هي نزها، شي تيبل، ات علي اند اي وي. اذا نعاودو مزيان، علي اند اي وي، دريس اند اي وي. عندنا وحده اخرى اللي هي يو ار كايند. اذا هاد يو الا لاحظتوا معايا، شوف عندي يو في السينجولير وعندي يو فاش في البلو البلوريال. يو هي انتما، الا كنا نهضري مع جوج يو انتما، ولا انتم، ولا انتونا. اذا انتما ولا انتم ولا انتونا، يو. اذا تمام معايا مزيان، عندي انت انت يو، عندي انتما انتم انتونا يو. إذا يو عندي في السينجل، عندي في بلوريال. طيب شوفوا معايا مزيان، هنا عندي ادم اند ويصال، واش سينجل ولا بلوريال؟ إذا ادم اند ويصال ذاي، ذاي الغائب، غائب جماعة. إذا they are from وطات الحاج، ادم اند ويصال are Moroccan، they are from وطات الحاج. إذا هنا they، إذا عندي we you and they. إذا ذي شنو هو؟ آدم أند ويصال شنو؟ غنقولو هم ولا هما، عفوا جوج. إذا هما زيد هن هم، هي ذي، هما هن هم ذي. إذا هذا شنو؟ بلورال. إذا هذا بلورال، هذا المفرد وهذا الجمع. إذا هنا شوفوا معايا مزيان، ذا بوكس الكتب. اذا غير العاقل جمع، اذا كان عندي كتاب وكتاب وكتاب كتب، اذا غتولي عندي شنو؟ ار بلو داي. اذا هاد داي كتعود على الكتب غير العاقل. اذا حتى هم لغير العاقل، ولا هي الكتب هي التي، ذا الغير العاقل، ذا بوكس داي. صافي. اذا نعاود، اي شنو هادي؟ يو سمير، هي الياس، هي سلوى، شي ذا دوغ، ات سمير اند اي وي، دريس اند اي وي، يو بلورال اور يو، يو ذي
طريق عند محمد. They, the students. بحال كيما درنا هنا the books, the dogs, the houses, the students. They. صافي نعاود. I, you, he, she, it, we, you, they. إذا غنبقى نكررهم حتى يوليو عندي ساهلين. منين نوقف خصني نقول singular pronouns. I, you, he, she, it. خمسة. Plural pronouns. We, you, they. ثلاثة. إذا general شحال عندي ديال pronouns؟ عندي ثمانية. عندي ثمانية. إذا ثمانية ديال pronouns عقليهم شنو هما هما؟ I, you, محمد, he, سلوى, she, the table, sorry, the board, it, okay, Samir and I, we, محمد and I, we, you, plural, they, I, you, he, she, it, we, you, there. Is this clear? إذا نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا البرونونس. دابا غنعطيكم واحد التمرين غتحاولوا تعمروا لي فيه بهاد لي برونون اللي عطيتكم هنا. صافي؟ السلام عليكم. إذا التمرين هو complete with, يعني أتمين ب. complete with he, she, it, they, we. إذا 1 نقرا لكم الجمل. نورا is a girl. شنو هو البرونون اللي صح من هنا؟ is 16. وعلاش؟ جليل and كمال are in class, are French. The cat is black, is on the table. Samira and I are friends, are happy. Walid is Moroccan, is a teacher. إذا تبعوا معايا مزيان يعطيكم السر. غتحاولوا تعمروا هذا التمرين هذا, ولكن بالمقارنه للدرس الجاي ان شاء الله غنحاول نزيدوا واحد شويه في الجرامير. غنزيدوا واحد الفيرب اللي هو اساسي خصنا نعرفوا كيفاش نخدموه. خصكم تكونوا حافظين هاد السبجكت برونونس باش ما نتكرفصوش في عاود نبقى نتفكروا السبجكت برونونس. كلير؟ السلام عليكم ورحمه الله.